تحياتي واهلا بحضراتكم من جديد في هذه التغطيه المتواصله معكم من الان لرصد كل ما هو جديد على الساحه. في اطار مبادره كلنا واحد برعايه السيد رئيس الجمهوريه التي اطلقتها وزاره الداخليه، تم توفير السلع الاساسيه للمواطنين باسعار مخفضه وذات جوده عاليه في 690 فرعا لكبرى السلاسل التجاريه، والتي تصل تخفيضاتها الى 30%. المزيد في هذا التقرير مشاهدينا. احنا بنعمله احنا بنعمل حجم من العرض يفوق يمكن المطلوب عشان اجبر اليات السوق انها تحترم وتخفض الاسعار. المبادرة التامة على التوالي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وإشراف مباشر من وزارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين. المبادرة بتشمل منتجات وأسعار تناسب محدود الدخل. معظم السلاسل التجارية بتشارك في هذه المبادرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين. الخصومات بتوصل من 30 لغاية 50% على كل السلع الاستراتيجية بما فيها اللحوم البلدي والطيور الفريش والأسماك والخضار. والله صراحة مبادرة 100 100، والرئيس اللي ربنا يخليه لنا مخلينا كل حاجة سعرها كويس. في ناس ما بتقدرش تشيل الحاجة دي، فعشان كده لما يكون في كلنا واحد الأسعار تنخفض شوية الدنيا تبقى أحسن. طبعا الرز، السكر، زيت، سمنة، حاجات كلها المبادرة رخصت في الأسعار. فندم عندك اللحمة دي أصلا بتتباع بره ب 130 و140 جنيه، احنا بنجيبها من هنا ب 90 جنيه، ودي مش موجودة في أي محل بره بخلاف الجودة طبعا. أكيد أي مبادرة فيها تخفيضات للشعب المصري حاجة كويسة. أنا من العراق، بس يعني الصراحة مبسوطة جدا في اللي يعمله سيادة الرئيس. يعني كل ما هو بيساعد في الأمور دي كلها ربنا يبارك له ويجازيه خير على اللي بيحصل ده كله. يعني لا بجد، يعني الأسعار كويسة ودي حاجة كويسة بجد من سيادة الرئيس. بخصوص هذا الأمر يحدثنا هاتفيا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ صالح عبد الحميد، وهو صاحب إحدى السلاسل التجارية. أستاذ صالح، تحياتي لحضرتك في البداية. تحياتي لحضرتك يا فندم، على حضرتك وعلى المشاهدين. تعلم جيدا أنها يعني ليست المرحلة الأولى من هذه المبادرة، مبادرة كلنا واحد، بل هي المرحلة الثامنة من هذه المبادرة. سؤالي لك الآن، يعني الجديد والمختلف في المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد، وأيضا التفاصيل المتعلقة بها، تفضل. حضرتك طبعا هي دي المرحلة الثامنة على التوالي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في مبادرة كلنا واحد. المرحلة بتخص أن يبقى احتياجات البيت من اللي هي السكر، الرز، الزيت، المكونات الأساسية تبع المنزل، على أساس أنها يبقى في توفير سلع أساسية للمنزل علشان خاطر يكون فيه حاجات تقدر المنزل يستفيد بيها بأقل الأسعار. بالنسبة لإقبال المواطنين أيضا على يعني السلاسل التجارية المتعلقة بهذه المبادرة، الإقبال طبعا حضرتك الإقبال فيه إقبال كبير طبعا، والمرة دي غير كل مرة، المرة دي الإقبال كبير لأن احنا وصلنا الخصم بنسبة 40 و50% في بعض الحاجات الأساسية وبعض الطيور والخضروات وطيور اللي هي الفريش، وبنبدأ إن احنا حضرتك نعمل كمان الحاجات اللي هي التانية مثلا زي اللحوم البلدي، الحاجات اللي هي مثلا يبقى عليها مثلا احتياجات كل يوم مثلا. في بقى تاني في حضرتك اللي زي ما قلنا السمنه، المكرونه، الزيت، وبتبدا حضرتك بنشوف على يعني الحاجات اللي يبقى عليها احتياجات اكتر بنبدا ان احنا نزود فيها نسبه الخصم عشان المواطن يقدر يستفيد بنسبه الكم بتاع النقديه بتاعته يقدر يستفيد بيها. يعني
التنسيق يعني ما بين يعني السلاسل التجارية أيضا ويعني الوزارات، وزارة الداخلية وأيضا وزارة التموين، يعني ماذا عنها؟ هو المبادرة ابتدت من عند السيد الرئيس اللي تبنتها وزارة الداخلية، السيد مساعد الوزير للتجارة والتموين الداخلي، اتبنى الموضوع، عمل عدة اجتماعات، شرط على الموردين ان ما فيش يبقى فيه نسبة خسائر، بس نزل المخزون يبقى موجود عند الناس في خلال شهر بأسعار مثلا وليكن توصل ل 50% عشان يحس لها المواطن. يعني مثلا عند حضرتك مثلا بيبقى مثلا في كيلو رز مثلا ب 12 جنيه او ب 11 جنيه، بنبيعه مثلا بسبعه ونص احنا وبعض المحلات التجاريه، على اساس المواطن يقدر يحس، بدل ممكن ما ياخد كيلو ياخد اتنين، يقدر حضرتك ان هو يستفيد باكبر كم بنسبه وهو بيشتري. يعني مثلا هو معاه مثلا سي مثلا 100 جنيه يبقى معاه يقدر يشتري كذا حاجه من المبادره، يقدر يشتري حاجه اتنين وتلاته، يقدر يعمل وجبه يوميه او وجبتين يوميه في المنزل عشان خاطر يقدر يشتري ويعمل مثلا غدا عشاء، يبقى موجود عنده خزين في البيت بين 100 جنيه مثلا، او يقدر ان هو يكون عنده سهوله للبيع والشراء كده. طيب استاذ صالح، يعني بما ان حضرتك صاحب يعني احدى السلاسل التجاريه، استعداد يعني هذه السلاسل تحديدا لاستقبال هذه المبادره واستقبال المواطنين في شرائهم لهذه السلع المتنوعه والتي نتابعها يعني في الجزء الاخر من الشاشه، وتوفير هذه السلع المتنوعه بالاسواق؟ حضرتك احنا بنيجي بنقعد مثلا قبل ما بيحصل من شهر كده بنبدا يتنبه ان في دخله عيد كبير، هنبدا نتكلم مع الموردين او يتعمل لنا اجتماع او اتنين ان هيحصل مبادره في خلال الشهور، انت في بتشتغل كويس عندك رواق كويس في الشغل، فممكن تجيب المورد يقدر يساعد معك في المواطن ان هو ما يكسبش وما يشليش نسبه تحمل ليه ولا يخسر، بس في نفس الوقت يوصل المرحله للزبون او السلعه للزبون تكون رخيصه، يقدر تبقى في تناوله، اللي هو عايز يشتريها يشتريها. اللحم عند حضرتك في التقرير عندي، بالمناسبه الزبونه اللي كانت جايه دي كانت في التقرير عندنا في الهايبر عندي، انا فعلا ببيع اللحمه الكندوز هي ب 120 جنيه بره او ب 130 جنيه، انا ببيعها ب 89 جنيه و90 قرش فعلا، على اساس ان انا عندي يعني كسبت منها، فخلاص انا وصلت مرحله ان انا ممكن اضحي شويه عشان خاطر اللي معش عارف يكسب منها وياكل منها عادي مش مشكله، ممكن ياخد خلال تلك الفتره دي ان هو ياخد لحمه، ياخد فراخ، ياخد مكرونات، ياخد رز، ياخد سمنه، يبقى عنده وجبه كويسه في الغداء ووجبه كويسه في العشاء، يقدر على اساسها كل يوم يقدر يوفرها ان هو يعني يبقى متواجد عنده الغداء والعشاء بالليل ان شاء الله. الاستاذ صالح عبد الحميد صاحب احدى السلاسل التجاريه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ صالح على هذه التفاصيل والمعلومات. ايضا على نفس هذا الامر مشاهدينا الكرام، دعونا نستقبل هاتفيا الاستاذ احمد حسين مدير احدى السلاسل التجاريه. يا استاذ احمد تحياتي لحضرتك. أستاذ أحمد تسمعني؟ أستاذ أحمد حسين تسمعني جيدا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ أحمد حسين مدير إحدى السلاسل التجارية، أنا بشكرك على أي حال.
نجدد الترحيب مرة أخرى بالأستاذ أحمد حسين مدير إحدى السلاسل التجارية. أستاذ أحمد تسمعوني جيدا الآن؟ طيب أنا بفضل حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني دعنا أكثر في تفاصيل يعني توافر السلع الغذائية المتنوعة في هذه الأسواق في إطار مبادرة كلنا واحد. تفضل. في البداية نشكر القيادة السياسية ونشكر رئاسة الجمهورية ووزارة التموين وشرطة التموين على تدخلنا في المبادرة دي بإذن الله. وأنا الحمد لله بندعم المبادرة في كل الفروع بتاع السلسلة السرجاني، 12 فرع على مستوى 3 محافظات، كل السلع المتوفرة والمعلن عنها متواجدة وبكثافة عالية كمان. بالنسبة لإقبال المواطنين على السلاسل التجارية المتنوعة، بمجرد بدأت المبادرة من المرحلة الأولى والمواطن المصري عارف يعني إيه مبادرة وعارف يعني إيه جدية مبادرة، مبادرة حقيقية بالفعل اللي فيها تخفيف الأسعار وصل لأكثر من 30 و35%، فكل المواطنين بمجرد ما الإعلان عن المبادرة بدأ الإقبال على كل المنافذ بتاعتي في السلسلة بتاعتي بكثافة عدت 40% عن المعدل الطبيعي. شرطة التموين والتجارة الداخلية ماذا عنها في مراقبة الأسواق خاصة في إطار هذه المبادرة؟ شرطة التموين قايمة بدور محوري جدا في مراقبة الأسواق وتفعيل المبادرة، لأنهم قدروا بالفعل يقربوا بين التجار وبين أصحاب السلاسل اللي عندهم ولاء للبلد وعندهم قدرة واستعداد حقيقي لتقديم سلع بأسعار حقيقية وبكميات مناسبة للمواطن المصري. هذه المبادرة إنهم يوميا متواجدين معانا في السلاسل لتقديم الدعم في أي منتج مش متواجد أو أي منتج فيه اختلاف في السعر، هم جماعة متواجدين معانا يوميا، شرطة التموين يوميا في كل المنافذ بتاعتنا. هذه المبادرة ممتدة لمتى تحديدا أستاذ أحمد؟ هي المدة الطبيعية للمبادرة بتبقى شهر، لكن جميع التخفيضات اللي أعلن عنها بتستمر في جميع السلاسل طبقا لتعليمات الرئاسة وتعليمات شرطة التموين. متوفرة في سلاسل مختلفة يعني معظم المحافظات المصرية أليس كذلك؟ طبعا، فإن كل المحافظات وكل السلاسل المشتركة بتعرض المبادرة في كل فروعها في كل المحافظات. التنسيق ما بين الشركات المنتجة لهذه السلع التي يعني نتابعها في الصور المختلفة وأيضا من مع مقر السلاسل التجارية ووزارة الداخلية ووزارة التموين، يعني هذه الدائرة من العلاقات والتنسيقات ماذا عنها؟ هو الحقيقة اللي دور اللي قامته وزارة الداخلية في الموضوع ده دور محوري جدا، قدروا بالفعل يقربوا بين جميع التجار وجميع السلاسل اللي بالفعل عندهم الرغبة وعندهم الانتماء اللي يقدروا يقدموا السلع دي بحب وبانتماء دون أي ضغط ودون أي ضغط عليهم في حاجة زي كده، فهم مقدمين الكلام ده حبا في مصر وتخفيفا على عيب المواطن المصري. اخيرا معك استاذ احمد، يعني بطبيعه الحال حضرتك يعني مدير احدى السلاسل التجاريه وهناك احتكاك مباشر مع المواطنين المصريين المقبلين على هذه السلاسل، يعني ردود الافعال المختلفه ماذا عنها؟ فرحه المواطن حضرتك لا تتخيلي فرحه المواطن بمجرد الاعلان عن المبادره، بمجرد تعليق اللوجو المبادره اللي موجود قدام كل السلاسل كلنا واحد، كلمه تعني كثير، كلمه تعني ان في ناس حابه انها تساعد البلد، في ناس عندها ولاء للبلد، في ناس عندها استعداد انها تخسر وانها تقدم كل ما تملك بخصوص البلد وبخصوص رفع العبء عن المواطن البسيط. استاذ احمد حسين مدير احدى السلاسل التجاريه حدثتنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. فصل قصير ونعود لحضراتكم من جديد، دائما ابقوا معنا.